متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم، والتي نبدأها عبر آخر صور الأقمار الاصطناعية، والتي تشير إلى تواجد تشكيلات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية الغير ممطرة تعبر سماء المملكة في أجزاء واسعة منها، إلا أن هناك تواجد لسحب ركامية رعدية على المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، وكما ذلك حدث في وقت سابق في الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة. أيضا على صعيد متصل كان هناك موجات غبارية في المنطقة الشمالية من المملكة، وأثرت ووصلت إلى مناطق حائل خلال ساعات عصر هذا اليوم. نستعرض سويا ما يسمى بخرائط درجات الحرارة لكن في طبقات الجو العليا. هذه الألوان المتواجدة في مناطق بلاد الشام تدل على درجات حرارة أقل، أي أن هناك كتلة هوائية أبرد، وهذه درجات الحرارة التي أدفى. سنلاحظ سويا اعتبارا من ساعات مساء هذا اليوم وصباح غدا بدأ تدفق هواء بارد باتجاه مناطق الأراضي المصرية والبحر الأحمر كما تلاحظون هذه الألوان، وسيستمر تدفق هذا الهواء البارد باتجاه المناطق الغربية من المملكة على طول الأيام القادمة. هذا الأمر سيتصادف مع امتداد لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر، وبالتالي يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتأثر المملكة بحالة واسعة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة هذا الهواء البارد المتواجد، وسيؤدي ذلك إلى حدوث حالة مطرية شاملة واسعة تبدأ بشكل يعني أضعف يوم الأحد، ولكن تبلغ ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء. يستمر هذا الهواء البارد بالدخول، وبالتالي تبلغ الأحوال الجوية غير مستقرة ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء. يتصادف ذلك أيضا مع وجود تيارات هوائية رطبة في طبقات الجو المختلفة قادمة إما من الخليج العربي أو من بحر العرب أو حتى من مناطق شبه استوائية، وهذه المناطق جميعها ستتعرض إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي ما بين يومي الأحد والثلاثاء بمشيئة الله تعالى. سنتحدث الآن بالتفاصيل حول آخر التوقعات بشأن هذه الحالة المطرية، ونبدأها بتوقعات يوم الأحد. إذا نهار أو مساء السبت نبدأ. إذا مساء السبت تبقى الفرصة وهي لبعض الزخات الرعدية من الأمطار في المناطق الجنوبية، أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية من الرياض والشرقية، ولكن عموم مناطق المملكة ستهدأ بالأجواء وتعيش أجواء مستقرة على وجه التحديد. إذا ذهبنا إلى نهار يوم الأحد تبدأ المناطق الجنوبية الغربية غدا بالتأثر أولا بهذه الأحوال الجوية غير المستقرة، حيث يتوقع أن تتعرض لهطولات زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله تعالى، كما تلاحظون تكون غزيرة وتؤدي إلى جريان الأودية وتشكل السيول، وربما يمتد بعض منها إلى المناطق الساحلية في أقصى مناطق جنوب غرب المملكة. تمتد هذه الأمطار لتشمل في ساعات العصر المناطق الجنوبية وتلك الحدودية المتاخمة مع الأراضي اليمنية، ومن ثم تصل إلى أغلب المناطق الجنوبية من محافظة الرياض وليس العاصمة الرياض، بالرغم من وجود بعض الفرص للأمطار لكن التركيز الأساسي على هذه المناطق، وتمتد إلى المناطق الشرقية من المملكة وصولا إلى الحدود الإماراتية. شمالا أيضا هناك فرصة لأمطار في المناطق الشرقية من الجبال، وتحديدا في شرق محافظة مكة المكرمة بمشيئة الله تعالى. هذه هي التوقعات بشأن يوم الأحد. الأحد مساء تمتد حزم هذه الأمطار الرعدية التي تشمل نجران، وادي الدواسر، شرورة، مناطق جنوب محافظة الرياض، المناطق الغربية من الرياض وبعض الأجزاء الشرقية تدريجيا نحو الشرق، وبالتالي تزداد فرصة تعرض العاصمة الرياض لبعض الزخات الرعدية من الأمطار، لكن هذه المناطق جميعها هي المناطق المتوقع أن تشهد زخات رعدية من الأمطار. طبيعة هذه الأمطار أنها تكون في نطاقات جغرافية ضيقة كثيفة وغزيرة، وقد تصحب بتساقط زخات البرد وتؤدي بالعادة إلى جريان الأودية وتشكل السيول، كما أنها أيضا تكون تسبق أحيانا بهبوب لرياح سطحية قوية تعمل على نشاط العواصف الترابية والغبار. يوم الاثنين تتحول الأحوال الجوية تصبح أكثر عدم استقرارية. يوم الاثنين صباحا تشهد أغلب المناطق الجنوبية الغربية من المملكة هطولا لزخات رعدية من الأمطار على المرتفعات، بما فيها مرتفعات طائف ومكة، وحتى ربما تصل إلى مرتفعات المدينة وتشمل مرتفعات العسير وباحة وأبها، وإضافة إلى ربما بعض الأجزاء الساحلية من الليث وبعض المناطق الساحلية من جنوب غرب المملكة تكون هناك أمطار رعدية في هذه المناطق. ولكن دعونا نرى ماذا سيحدث خلال ساعات نهار يوم الاثنين. تشمل الأمطار مختلف مناطق المملكة، سواء المناطق الجنوبية الغربية، المناطق الوسطى، المناطق الشمالية من المملكة والمناطق الجنوبية. جميع هذه المناطق معرضة خلال ساعات نهار يوم الاثنين
لهطول زخات رعدية غزيرة من الأمطار تؤدي إلى جريان الأودية، تشكل السيول، وقد تكون مرفقة بتساقط لزخات البرد وتسبق بارتفاع كبير في سرعة الرياح، وبالتالي حدوث بعض الموجات الغبارية. بالنسبة لمدينة جدة، الفرصة متاحة في الأحياء الشرقية أن تتعرض لبعض الموجات الغبارية وزخات الأمطار الرعدية نهار يوم الاثنين. العاصمة الرياض هناك فرصة كبيرة لأن تتعرض لأمطار رعدية غزيرة يوم الاثنين وهي تحت المراقبة، قد تكون الحالة الأقوى بها خلال هذه الفترة، وتمتد هذه الأمطار تشمل أيضا المناطق الشمالية، تلك أيضا الواصلة مع الحدود الأردنية بمشيئة الله تعالى. تستمر هذه الأمطار بالهطول على ذات الرقعة من المناطق خلال ساعات مساء يوم الاثنين وحتى ساعات ليلة الاثنين على الثلاثاء، وتكون هناك فرص لأمطار رعدية كما تلاحظون غزيرة جدا في هذه المناطق بمشيئة الله تعالى. يوم الثلاثاء تتركز الأحوال الجوية غير المستقرة على المناطق الشمالية، المناطق الوسطى، بعض المناطق الجنوبية، ولكنها ستكون قوية للغاية في هذه المناطق، وتصل مناطق القصيم، حفر الباطن، المناطق الشمالية الشرقية، المناطق الشرقية، يعني بحمد الله حالة شاملة بمشيئة الله تعالى من عدم الاستقرار تعم معظم مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى. الأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة الرياض، إذا نعود للأحوال الجوية هذه الليلة، أجواء غائمة جزئياً، درجة حرارة 22، أجواء معتدلة للغاية مع رطوبة تصل إلى 71%. نستعرض سوية درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى في الليلة التي تلي القادمة مع أحوال الطقس في محافظات ومدن المملكة. نبدأها من المناطق الشمالية في الجوف، في سكاكا تحديدا درجة الحرارة غدا تصل إلى 28، نهارا 20، ليلا تبوك 31 إلى 20، وفي حرارة من 28 إلى 17 درجة مئوية. انتقالا للمناطق الغربية، في جدة 32 إلى 23، المدينة 34 إلى 24، مكة المكرمة والطائف هناك فرصة تبدأ غدا لزخات زخات رعدية من الأمطار، 31 إلى 25 في مكة، وفي الطائف من 25 إلى 20 درجة مئوية. المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية في أبها 25 إلى 17 مع أمطار رعدية، جازان من 34 إلى 31 مع فرصة لأن تصلها بعض الزخات الرعدية من الأمطار، ولكن الفرصة أفضل يوم الاثنين، وفي الباحة من 21 إلى 17 درجة مئوية. في المناطق الشرقية من المملكة، في الإحساء من 34 إلى 25، في الدمام 31 إلى 24، وفي حفر الباطن من 30 إلى 23 درجة مئوية. في المناطق الوسطى تبقى الفرصة مهيئة غدا في العاصمة الرياض، سيما في المناطق الجنوبية منها، ولكن ربما تطال بعض الأحياء لبعض الأمطار الرعدية، من 34 إلى 20، في القصيم من 30 إلى 20، وفي حائل من 27 إلى 18 درجة مئوية. نختم نشرتنا الجوية بتوقعات الأيام القادمة. إذن يوم الأحد هناك فرصة لبعض الأمطار الرعدية مع ساعات المساء والليل 34 إلى 20، أجواء غير مستقرة للغاية يومي الاثنين والثلاثاء مع فرص لحدوث أمطار رعدية بشكل متتالي في العاصمة الرياض، مع انخفاض كبير جدا على درجات الحرارة، تنخفض من 34 يوم الاثنين يوم الأحد إلى 26 يوم الاثنين، 19 درجة مئوية درجة الحرارة الصغرى، ويوم الثلاثاء 27 نهارا و19 درجة مئوية في ساعات الليل. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية، تفاصيل أوفى في النشرة الأسبوعية. أتمنى لكم دائما أوقات سعيدة وبصحة وسلامة، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.